وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله الكندري، محامي المبلغ في قضية اختلاسات مؤسسة الموانئ. أولا أستاذ عبد الله، ما مدى صحة المعلومات التي حصلت عليها في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد صدور الحكم في شهر 5 تبين عدم حضور المتهم الهارب الآن من العدالة أمام محكمة الاستئناف، وتبين ثم بعد ذلك وردتنا معلومات عن طريق الصدفة بأنه خرج برا البلاد ببطاقة المدنية خاصة لشقيقه المعاق، فتقدمنا وكلمنا فيها الإخوان في المباحث الجنائية حول هذه المعلومة اللي تم التعامل فيها خلال هاليومين فيها، واللي تأكدت المعلومات من خلال انتربول السعودي بأنه خرج من الكويت ببطاقة المدنية لشقيقة المعاق ودخل المملكة العربية السعودية للبطاقة المدنية الخاصة فيه. طيب برأيك لماذا هرب يعني عبر منفذ أنويصيب بجواز أخيه المعاق ولم يلجأ للمطار مثلا؟ أتصور أن هذه الأمور بتواطن مع الفاسدين، من الفاسدين مع الفاسدين في الدولة. أتكلم اليوم لهذا السبب، احنا نأكد على أن هناك شبكة كبيرة تختص في هذه الأمور تسعى لزعزعة أمن البلد والهروب، يعني مثل ما حصل في السابق الرجعان وغيره من باقي المتهمين اللي هربوا إلى الخارج نتيجة أخطاء وقعوا فيها وزارة الداخلية في إدارة المنافذ. طبعا أنتم اكتشفتوا أن هرب في هذا الوقت رغم أن تمت عملية الهروب من شهر مايو من السنة الماضية، فقط لأنه لم يحضر إلى المحكمة. طبعا هناك استفسارات كثيرة حول عدم وجوده في المحاكمة، تبين لنا من أن هناك من يسعى إلى أصلا كذلك، بس فقط المتهم الأول. اليوم هذه القضية تكلم عن 7 متهمين، هناك معلومات تؤكد على في حالة خروج باقي المتهمين الآن المسجونين داخل السجن المركزي بأن في حالة خروجهم هناك نية يعني الهروب من دولة الكويت. أتكلم اليوم أحكام تصل إلى 15 سنة ومبالغ مالية تصل إلى 51 مليون دينار لإرجاعها إلى الدولة، كلها تؤكد على أن هناك عدم يعني استقرار داخل الكويت وجدية في الهروب، ويكفي أن الهرب المتهم الأول. والجانب الثاني كذلك نؤكد بأن هناك شبكة يبدو أنها كبيرة في هذا الموضوع، يفترض من وزير الداخلية أن يتم التحقيق معه فيها. نعم، ذكرت أنك ستتقدم ببلاغ يوم الأحد، على ماذا ستستند في تقديم هذا البلاغ؟ تكلمت أن هناك تواطؤ من عدة متهمين مشاركين لهذه الجريمة، راح نقدم أسمائهم إلى النيابة العامة لأكثر من متهم فيها، محاولة تملص والهروب ومساعدة المتهم الأول للخروج من دولة الكويت وهروبه. وكذلك نتكلم اليوم عن أن حتى هذه اللحظة، سأتكلم بكل صراحة وهذا يجب أن يعي الشعب الكويتي فيها، من 6 أشهر حتى هذه اللحظة لم تكن هناك معلومات مؤكدة بهروب المتهم الأول الشمالي من الكويت. احنا تقدمنا اليوم بالتعاون مع إدارة التزوير كثر الله خيرهم على سعيهم وعلى الجنود المخلصين في هذه الإدارة اللي يسعون إلى حماية أملاك الدولة والأموال العامة فيها. نعم. في الأيام القادمة إن شاء الله يوم الأحد راح يعني ما أقدر أستطيع أن يعني أدلي أسماء الناس المشاركين في هذه الجريمة، ولكن إن شاء الله يوم الأحد ستكون الأسماء موجودة عند النائب العام فيها. الأستاذ عبد الله الكندري، محامي المبلغ في قضية اختلاسات مؤسسة الموانئ، شكرا جزيلا لك.